حدود منزوعة السلاح وجيش بلا أسلحة نوعية في اليمن وصفة لإنهاء الحرب عرضها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في كلمة ألقاها أمام منتدى حوار البنامة في دورته الرابعة عشر في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن شحنة أسلحة جديدة ضبطتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها إلى الحوثيين ماتيس عبر عن اعتقاده بأنه يمكن المضي قدما نحو إنجاز الحل في اليمن وبأن الحوثيين لن يجدوا وقتا أفضل للتعامل مع هذه المقترحات هذه المقترحات تعيد إلى الأذهان الأولوية الأمنية الأمريكية السعودية في مقاربة ملف الحرب في اليمن على نحو يضع تحالف الرياض أبو ظبي بعيدا عن الأهداف المعلنة وبالأخص ما يتعلق منها بدحر الإنقلاب وإعادة الشرعية الحالية إلى ممارسة مهامها الدستورية في كاميرا الجغرافيا اليمنية وفي سياق متصل شدد وزير الدفاع الأمريكي خلال حديثه في حوار المنامة على أن واشنطن ستقف في وجه إيران التي تدعم ميليشيا الحوثي وتزودها بالسلاح في مخالفة للقوانين الدولية وأكد ماتس أن إيران تهدد الأمن العالمي وتسعى للهيمنة خارج حدودها وتتدخل في شؤون الدول المجاورة وعليها التوقف عن التدخل في شؤون الآخرين إذا ما أرادت العودة إلى النظام العالمي وتزامنت تصريحات وزير الدفاع الامريكي مع انباء نشرتها صحيفه الواشنطن بوست الامريكيه كشفت فيها عن احدث شحنه اسلحه ضبطتها البحريه الامريكيه كانت متجهه الى الحوثيين وعلى نحو يعيد الى الواجهه الاهتمام العالمي بالتدخلات السيئه الايران في الحرب اليمنيه على بعد 70 ميلا من السواحل اليمنيه وفي خليج عدن على وجه التحديد رصدت البحريه الامريكيه بتقنيات التصوير المتطوره قريبين صغيرين ينقلان من سفينة شحنات من الأسلحة في البحر ليلا وفي صباح اليوم التالي ارسلت المدمرة جاسون دونهام التابعة للبحرية الامريكية افرادا اكتشفوا ان المركبين لم يرفعا علمهما ما حملهم على الاعتقاد بأنهما بلا جنسية وبحسب الرواية التي اوردتها صحيفة الواشنطن بوست صعد الجنود الامريكيون على متن القاربين المجهولين وصادروا الاسلحه التي كانت تتكون من نحو 2500 رشاش كلاشينكوف، تعرف عليها خبراء تابعون للامم المتحده وسط تاكيدات من مسؤولين امريكيين بان مصدر هذه الاسلحه الصومال حيث يعتقد ان تكون مصنوعه بدعم ايراني.